بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آه هذا الجزء الأخير أو الجزء الثاني من المحاضرة، إن شاء الله ما بنطول فيه، آه بدنا نحكي عن الجين ثيرابي. آه آه يعني آه إن شاء الله مدته راح تكون قصيرة وراح نشوف فيه الآن نحكي لكم قصة فيه، قصة حلوة يعني. ونفهم آه فيه شو شو هو الجين ثيرابي. فبداية هل أنت تستطيع أن تفهم وتدرس لوحدك؟ طبعًا لا. هل الذكاء والشطاره من عندك برضو لا هي كثير في ناس اشطر منه وما ما زبطت معهم الامور وفي كثير ناس مش شاطرين وزبطت معهم الامور كل هاي شغلات توفيق من رب العالمين الدنيا بالاول والاخير يعني هي كلها رايحه آه فبدنا نعمل ان شاء الله فيديو يمكن بكره ننزله بكره او بعد بكره هيك راح نحكي فيه انه كيف الناس اللي ما زبطت الامور معاهم آه ليش ما زبطت و وكيف بعض الناس زبطت الامور معاهم والدنيا ليش هيك بصير فيها من هالحكي يعني ان شاء الله طبعا آه فنبدا ان شاء الله بدايه اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلة وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين لا حول ولا قوه الا بك الانسان لا حول ولا قوه له الا بالله والدليل انه زي ما حكينا في المحاضره الماضيه عباره كنا عن ولا شيء بعدين صرنا شيئين عبارة عن أوفم وسبيرم لا يروا بالعين المجردة بعدين صار إنسان وهذا الإنسان ظل تسع شهور بطن أمه ما بيشوف ولا حدا بيعرف عنه إشي وكان الله سبحانه وتعالى هو ميسر أموره وانولد وظل سنين وهو ما بيعرف إشي ولا بتذكر من هاي السنين إشي لأنه برضو الله سبحانه وتعالى يسر أموره وسخر له أم وأب لا يناموا ولا بهدوا إلا لحتى يكون هو نايم مرتاح وهذه فسبحان الخالق وبالاخير يجيك واحد خايف شو بده يدرس وخايف شو بده يتخصص وبيضيع صلاته عشان دراسته وهيك صح ولا لا فنتوكل على الله ونقول يا رب يا رب فالان شو الجين ثيرابي الجين ثيرابي المقصود فيه من اسمه جين فهو المقصود فيه جزء من الدي ان اي اللي هو العلاج كيف يعني انا بحكي لك كيف يعني الان في عندي انا واحد مثلا باخذ من هذا الواحد خليه اخذت خليه لان هاي الخليه أه طبيعية مثلا ماشي خلية طبيعية باجي باخذ الجين اللي موجود فيها أه او جين انا بدي اياه لواحد ثاني هذا الجين مفقود عنده او خلينا نروح على الرسمة مباشرة ونفهم شو بصير. الان لنفرض انه هذا الشاب اللي هون هذا طبيعي طبعا ما عنده اي اعاقة يعني هذا انسان طبيعي. أه هذا الانسان اللي هون أه بيكون في عنده للاسف للاسف مثلا ما أه عنده هذا الزلمة سكري يعني الجين تاع تصنيع الانسولين خربان واضح فايش اجي اعمل اجي اخذ خليه من خلايا هي اذا اخذت انا خليه وهي الجين انا موجود عندي جوا وبهذا الجين راح اشوف انه الجين المسؤول عن تصنيع الانسولين خربان شو باجي اعمل اجي اجيب خليه من انسان اخر يعني في انا عندي مثلا انسان ثاني هون ماشي هذا الانسان طبيعي وعنده انسولين كويس وهذا الانسان اجيت عليه واخذت منه خليه واخذت من الخليه هاي الجين المسؤول عن تصنيع الانسولين برضه تمام ليش؟ عشان أخذ الجين هذا الأن أنا أخذت الجين هذا من هون وهي في عندي خلية هون واضح؟ شو بصير؟ الأن هي الجين أخذته أنا إيه لنفرض إنه هذا الدي إن كان كامل والجين تاع تصنيع الأنسولين هو هذا الجين من هون لهون باجي باخذ أنا هذا الجين تمام باجي أخذه الان كيف بدي ادخله على الخليه هاي ما بزبط ادخله لحالي ما بزبط الجين الصالح ادخله على جين خربان او اي جين بالدنيا ادخله بجين اخر الا يكون في اشي عنده القابلية انه يدمجهم ببعض يدمجهم بعض كيف بدي اعمل هون لازمني شيء اسمه فيكتور فيكتور مش فيكتور فالدس تاع برشلونة هذا الحارس لا هون فيكتور ناقل يعني بيجيني واحد ينقل هذا الدي ان اي او الجين الصالح ويركبه بالجين الخربان حتى يصير هذا الانسان يرجع يطلع انسولين، هذا الانسان هسه زعلان لانه ما عنده انسولين. اوكي، الان هذا الفيكتور هو عبارة عن ايش؟ غالبا غالبا هو عبارة عن فيروس. غالبا هو عبارة عن فيروس، أو ممكن نستخدم لايبوسوم، هسه راح نشوف، هو عبارة غالبا عن ايش؟ عن فيروس. الان هذول الفيروس هم عبارة عن ثلاث أخوان. ثلاث أخوان، شبين وبنت. مين هم الثلاث أخوان؟ نتعرف عليهم. شوف، أول واحد هذا هو أول واحد، هذا الشب اللي هون اسمه عدن. هسا ما بعرف اذا انا في شاب صاحبي اسمه عدن يعني عادي شب يعني بس اسمه عدن ماشي هذا الشاب اسمه عدن اوكي هذا الشاب هو شاب محترم وهو بما انه اسمه عدن فهو اسمه ادينو فايروس ادينو فايروس فهذا ادينو فايروس هو عبارة عن دي ان اي فيروس دي ان اي فيروس هذا الاخ الاولاني ايش اسمه عدن وهو ايش عبارة عن ادينو فيروس الان الاخ الثاني اللي هون الاخ الثاني شو اسمه اسمه رامي ماشي فهو بما انه اسمه رامي هيو هذا رامي مبين من ضحكته انه شرير هذا رامي هسه راح نعرف ليش شرير رامي هذا هو عبارة عن اسمه ايش ريترو فيروس ريترو فيروس ماشي ريترو شو يعني ريترو من ريفيرس لورا هسه راح نعرف شو يعني ريفيرس لورا هذا رامي واسمه ريترو فيروس وبتطلع لورا دايما لانه ريترو فيروس ومعاه سلاحين ماشي في معاه سلاحين هسه راح نعرف شو هذول السلاحين. إذا هذا الأخ الثاني اللي هو رامي. نيجي لأختهم هذول الشباب في عندهم أخت هون آآ هايها آآ هاي هي الأخت نرسمها شعرات هاي الأخت شو اسمها؟ اسمها هبة. هاي هبة شاطرة كثير فبتحكي بالله لو سمحتوا أنا ما بقدم ما بشتغل معاك ولا أي إشي إلا بشتغل بالأعصاب. ما بتحب إلا تشتغل بالأعصاب ليش؟ لأنها كثير شاطرة. فهبه بتشتغل بالاعصاب و اسمها هبه فبالتالي هي اسمها هيربس فيروس ماشي اسمها هيربس هيربس فايروس يعني هبه ما مش عارف يعني هسا في فيروس اسمه هبادنا فيروس هذا اقرب لهبه لكن عشان نوصل كلمه قريبه من هيربس فاذا نيجي للاخ الاول ادينو فيروس دي ان اي فيروس الاخ الثاني رامي هو ريترو فيروس هو ار ان فيروس ماشي رامي ار ان فيروس وعنده سلاحين هبا آه, هي الهيربس فيروس وبتشتغل دائما على الاعصاب وهي برضه دي ان اي زيها زي الادينو فيروس زي زيها زي عدن اوكي هذول ثلاث اخوان شو قصتهم هذول اللي ممكن استخدمهم از فيكتورز هذول اللي ممكن انا اجي اخذ هذا الجين واعطيه لواحد من هذول الثلاث اخوان وادخله هون طب انت قاعد تحكي الان عن فيروسات الفيروسات مؤذيه لجسم الانسان صح مؤذيه بس انا باجي مثلا على عدن وعدن هو شرير مثلا معاه دائما سيف وهذا السيف هو اللي بخرب جسم الانسان باجي واخذ منه السيف بحكي له ولا هات السيف تاعك وادخل على الجسم فاذا دخل على الجسم زيه زي الحيه لما يكون في عندك انت حيه وهاي الحيه تيجي انت يكون في عندها انياب سامه وانت تشيل الانياب تاعتها فتصفي الحيه هي وقلتها واحد ماشي يعني هسه لك حيه بدون اسنان ما راح تخاف منها لا والله راح اخاف منها ليش الكذب المهم يعني انه بتشيل اسنانها فتبطل سامه يعني هو نفس الشيء الفيروس بنشيل الاشياء السيئه تاعته وندخله على الجسم هو الان بس يدخل الفيروس بصير في عندي عدن وفي بايده الجين الصالح بيجي بيدخل لجوا و حتى يربطه بالجين لكن الان بدي احكي لكم شغله شوف ركز على الثلاث اخوان هذول أو خليها شوي عشان ما نخربط الأمور، يعني الآن آه إحنا عرفنا شو هو الجين ثيرابي مبدئياً. خلينا نشوف السلايد شو بحكي. شوف السلايد شو بحكي؟ صليت على النبي أول شيء اللهم صل على سيدنا محمد. السلايد بحكي لك الجين ثيرابي هو إيش؟ تريتمنت تو كيور ديسوردرز لعلاج إيش؟ بعض الأمراض يعني، آه علاجها نهائياً. إتس إنفولف آدينج إضافة إيش؟ نورمالي فانكشنال كوبي. اوف جين، يعني بنجيب جين صالح ماشي to enough affected cells to restore normal function، بندخله على خلايا بالجسم حتى ايش؟ يرت... ترجع الخلايا هاي طبيعية. الآن هذا الجين ثيرابي بيعمل ثلاث شغلات different disorders. كيف؟ الآن أحيانا شوف، أحيانا بيكون الجين أنا عندي الجين تاع المريض اللي عنده سكر شفتوه؟ بيكون الجين مش موجود نهائياً. فهون أنا باجي بعطي جين ايش؟ أه بعطي جين أه بضيف جين مش موجود يعني كان الجين مختفي وانا ضفته فهذا اسمه جين ترانسبلانتيشن ماشي جين ترانسبلانتيشن انه تو بيشنت وذ جين ديليشن يعني البيشنت هذا الجين الكويس عنده صار له ديليشن اختفى نهائيا اختفى نهائيا اه فهون انا باجي اه اضيف الجين يعني خلينا نختصرها مثلا اه خلينا نفرض انه الجين اسمه ام او ال ام او ال اسم الجين هذا الجين ام او ال اذا راح بصير في عندي مرض هذا الجين ام او ممكن يكون مختفي نهائيا فهذا اسمه جين ديليشن فهون انا اذا اجيت ضفت جين ام او من برا وحقنته بهذا الانسان اللي الجين عنده مختفي نهائيا هذا اسمه جين ترانسبلانتيشن طيب حلو في شيء اسمه جين كوركشن يعني الام او هذا بطل اسمه ام او صار مثلا اسمه ان او ان مثلا بدل ال فهون الجين موجود لكن ها فيو اشي خربان فانا بصلحه جين كوركشن انه تو ريفيرت سبيسيفيك ميوتيشن فيه طفره معينه وانا صلحتها واضح وبالأخير في شيء اسمه جين اوغمنتيشن تو انهانس اكسبريشن اوف جين اوف interest انه هون بيكون الجين عندي موجود وصالح بس مش شغال كويس انا بعطيه شغله حتى ايش احفزه بزياده هاي اسمها جين اوغمنتيشن تحفيز يعني هاي ثلاث انواع ممكن اعملها بالجين ثيرابي الان الجين ثيرابي هي انسان وعنده هذول الاثنين شايفينهم هذول الجينين اللي عنده هذول خربانات فانا شو بجيب بجيب جين صالح هذا اللون هو احمر هو الجين الصالح وهذا اللي هو الشمس الفيكتور هذا الفيروسات الثلاث اخوان هذول بتتذكروهم هذول الفيكتورز بعطيهم الجين الصالح وبيجوا الفيكتورز بيدخلوا جوا الخليه وبحطوا الجين الصالح مع الجينات الخربانه فالجينات الخربانه مش شغاله بيشتغل الجين الصالح وبيطيب المريض من هذا من هذا المرض واضح برجع الوضع الطبيعي وهون نفس العمليه رسمناها قبل شوي قلنا ناخذ خلايا من الجسم الانسان ونضيف عليهم ايش الجين الصالح عن طريق ايش فيكتور بيكون في عندي فيكتور الفيكتور اللي هو غالبا بيكون فيروس بس مش دائما فيروس غالبا بنجيب الفيروس اللي هو هيو وبنضيف عليه الدي ان الكويس او الجين الكويس وبندخله الى خلايا الجسم المصاب فهيو شايفين دخل واجى ربطهم ببعضهم البعض بس الآن آه راح نعرف انه مش كل الفيروسات بيقدروا يربطوا ربط مع بعضهم البعض مش كلهم فهذا بيجي يربطهم ببعضهم البعض بعد ما يربطهم واتاكد ها ركز معي بعد ما يربطهم واتاكد انهم شغالين صح بدخلهم. يعني هاي العمليه شو اسمها انفيفو ولا انفيترو؟ انفيترو، ممتازين انفيترو، انا هاي العمليه كلها عملتها برا جسم الانسان. وضحت؟ ليش؟ هاي كويسه ولا مش كويسه؟ اكيد كويسه، ليش؟ لاني انا طمنت انه اشتغل بعدين دخلته، واضح؟ وضحت الامور؟ لكن الان في شيء اسمه انفيفو هون آه إنه, آه انه ما اطلع خلايا من جسم الانسان، مباشره احقن الجين جوا جسم الانسان. وهذا اكيد انتم الان عارفين معناته انه آه راح يكون فيه مشاكل، ليش؟ لاني انا ما تاكدت انه شغال او لا، صح؟ هسه راح نمر عليه مرة ثانية. ان شاء الله. الان هيو شوف شو بحكي لك؟ انه اول اشي باجي على الانسان واعرف شو الجين الخربان عنده، ايدنتيفاي ذا جينز، بعرف شو الجين الخربان. وبعمل باخذ جين صالح من واحد ثاني، ميك كوبيز، بعمل نسخ من الجين الصالح، زي الرسمه اللي رسمناها قبل شوي. قلنا في انسان هون، وقلنا في انسان ثاني هون. هذا الانسان هون صالح الجين عنده كويس وهذا الانسان خربان باخذ خلايا من هذا وباخذ خلية من هذا بطلع منها الجين الكويس وبجيب فيكتور وبحقنه بالخلية هاي وضحت فاذا انا ايش اول اشي اعرف الجين الخربان عند هذا الزلمة واعمل كوبيز من النورمال جين تاع هذا الزلمة بعمل نسخ وبحقنهم جوا فيكتورز نواقل وهذول الفيكتورز بدخلهم على الخلايا فهم infect the affected cells with فيكتور انفكت قصده مقصود فيها اني انا ادخل هذا الفيكتور لجوا الخلايا واضح انه كيف اني زي اني اعمل انفكشن زي اني اعمل التهاب لاني دخلت فيروس بس هذا الفيروس ايش مشلعين اسنانه احنا اكتيفيت الجين الان الجين ايش بصير له ترانسكريبشن وترانزليشن وبصير يشتغل كويس فبصير في عندي فانكشنال بروتين كرييتد بيشتغل الجين وبتتحسن اموره وبيطيب المريض يعني المريض اللي ما كان عنده انسولين بصير عنده انسولين صح وبيطيب من السكري مثلا تمام الان الروت اوف ديليفري عن طريق فيكتورز كيف انا بدخلهم جوا الجسم عن طريق فيكتورز الفيكتورز هم كارير يعني هم نواقل they deliver therapeutic gene الى جوا البيشنت تارجت سيلز بدخلوا الجين المعالج الى جوا الخليه اللي انا بدي اياها بوث فايرال ونان فايرال فيكتور غالبا بيكونوا فايرال بس في برضه شيء اسمه نان فايرال الفايرال مين هم غالبا حكينا الثلاث اخوان هدلاك ماشي طيب هون دقيقة بحكي لك has been used uh, throw, uh, though uh, non-viral have decreased transfer efficacy ال non-viral مش كثير كويسين ماشي efficacy تاعتهم وكفائتهم مش بزيادة مش زي الفيروس طيب الآن تايب أوف إيش؟ التايبز أوف جين ثيرابي الآن التايبز أوف جين ثيرابي نوعين في عندك إشي إسمه germline gene therapy وفي إشي إسمه somatic cell جين ثرا شو يعني جيرم لاين جيرم لاين يعني اما بويضة او حيوان منوي اما سبيرم او ايك شو المقصود فيها انه انا اجي على السبيرم او على الايك هذول وبحقن الجين فيهم وضحت هسا لما اجيت انا حقنت الجين فيهم وتصلح الجين راح يتكون من هاي البويضة والسبيرم هذا راح يتكون منه انسان هذا الانسان راح يكون الجين اللي انا حقنته هون موجود بكل خلاياه صح والقضية وين انه هذا الجين لما هذا الولد او الزلمه يتجوز ويخلف كمان راح يكون الجين برضه موجود بولاده تمام ماشي فهمتوا علي راح يكون موجود بولاده فولاده كلهم راح يطيبوا لكن القضيه وين تخيل تخيل طبعا هون اه بدنا نعرف انه ايش الجينريشنز اللي هم اولاده راح يطيبوا كمان زيهم زي, زي ابوه ليش لانه انا زرعت الجين بخلايا الابو لما كان ايش بعده سبيرم او ايج فبالتالي كل خلايا الان فيها الجين الكويس فبس يتجوز رح يكون ولاده برضو نفسهم معاهم الجين الكويس قضية وين ليش هذا الاشي ممنوع 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 ليش ممنوع لانه تخيل انه صار طفرة وصار عندي مشكلة بالدي ان اي صار في عندي مشكلة بالدي ان اي وما تصلح بالعكس انا خربت هذا الاشي الزلمة رح يطلع عنده دي ان اي خربان وبعمل له امراض واولاده كلهم رح يصير عندهم هذا الاشي تخيل يعني انت تشطب عشيرة كاملة انت بمجرد العملية هاي تمام فعشان هيك ممنوع جدا انك انت الان تشتغل على الجيرم لكن ام نشتغل عيش على ايش على يعني على البادي سيلز يعني ناخذ خليه زي ما حكينا اول بالرسمه ناخذ خليه من انسان وهي الخليه بنعم نحط فيها الجين وبنرجعه بنرجع على جسم الانسان فهذا جسم الانسان هذا الجين اللي انا دخلته ما دخل بكل خلايا الجسم بالعكس بعد فتره يعني راح يختفي هذا الجين مع مع الانقسامات انقسامات راح يختفي الجين هذا فلو أو فاولاده والجنريشن ما راح يتاثروا بالجين صح ما راح يتاثروا بالجين بس هو الزلمه نفسه فهذا النوع الثاني هو سوماتيك او بادي سيل جين ثيرابي از ذا اونلي ترانسفير جين تو ذا affected cells? يعني هو الوحيد الان مستخدم يعني سوماتيك سيلز ار سيلز ذات فروم ذا فورم ذا بدي اند كانت برودوس اوف سبرينجز يعني هاي السوماتيك سيلز لو عدلت عليهم ما راح يتاثر عندي الاوف سبرينجز يعني الاجيال القادمه ما بتتاثر زي الجيرم لاين الجيرم لاين كانوا يتاثروا هون ما بتاثر اونلي سوماتيك جين ثيرابي از بيرميسبل ان هيومن الان هو هو هذا الوحيد المسموح uh, بالتعامل uh, فيه uh, معناته هاي الجمله الاولانيه بتحكي اونلي ترانسفير جين تو ذا افكتد سيلز اه انه هون بس انت بتعطي الجين للخليه اللي بدك اياها مش والله لكل خلايا الجسم زي الجيرم لاين طيب صليت على النبي اللهم صل الان في اكس فيفو اللي هي العمليه اللي احنا صارنا ساعه بنشرح عنها الاكس فيفو ناخذ خليه ونجيب فيكتور وناخذ الجين الصحيح وبعدين بنرد ندخل الفيكتور الى الخليه مره الى الجسم مره اخرى هذا اسمه اكس فيفو يعني ان فيترو اكس فيفو يعني برا الجسم يعني ان فيترو بالمختبر ان فيفو لا هذا ايش جوا الجسم مباشره يعني انا بجيب الجين ومباشره احقنه بهذا الانسان بس هاي العمليه آه ليش بعملها انت احكي لي مثلا ليش انا ما باخذ خلايا واحقنها برا وارد ارجعها؟ تيجي تحكي لي لانه ممكن نوع الخلايا ما بقدر اشيله مثلا لو بدي اخذ من البرين سيلز هل بقدر افتح مخه واطلع خليه واشتغل عليها بعدين ارد ادخلها بمخه؟ ما بزبط صح؟ فبدي اضطر يعني اني مباشرة احقنها بمخ الزلمه بدون ما اطلع خلايا وارجع ادخل خلايا وهيك بعمل له مشاكل لين. حلو لأ شو مساوئها؟ رح تحكي لي مساوئها انه انا ما قدرت اسيطر على العمليه كيف يعني يعني بالاكس فيفو او الاند فيترو كنت اتاكد انه الجين اشتغل كنت اتاكد انه الجين فعلا دخل على الخليه صح بينما هون ما راح اشوف ولا راح اتاكد انه اشتغل بدخله بجسم الانسان وخلص صح ولا لا بالضبط طيب الان اذا هي الان فيفو هو الجينيتك ماتيريال ترانسفير دايركتلي انتو ذا ايش بودي اوف ذا بيج هم مباشره ندخلها على الجسم وهذا الشيء حكينا مش كويس ان فيفو Uh, ليش طبعا uh, او هو اصلا مور اور ليس راندوم بروسيس يعني هي عمليه عشوائيه يعني ما ما قدرت اسيطر عليها زي ما انا بسيطر عليها بالاكس فيفو ماشي سمول ابيليتي تو كنترول ما بقدر اسيطر عليها ما بقدر انظمها صح لان انا قاعد دخلتها جوا جسم مباشره اونلي uh, only available option for tissue that cannot be grown in vitro هاي ما بستخدمها الا اذا كان نسيج ما بقدر اطلعه من الجسم او اخليه اجيبه على المختبر زي ما حكينا احنا مثلا البرين خلايا البرين ما بقدر اطلعها واشتغل عليها برا وارد ارجعها، صح؟ فهون بس نستخدم هذا الاشي اللي هو ان فيفو بينما بالوضع الطبيعي بستخدم انا اكس فيفو او الان فيترو اللي هو ايش؟ آه بالمختبر يعني انه انا ايش؟ آه انت بجيب الخلايا وبجيب الجين الكويس وبحطه بالخلايا وبتاكد انه الخلايا فعلا اخذت الجين بعدين برجع الخلايا مره ثانيه. فهو هذا الإشي controlled بروسيس يعني إشي منظم لان انا قاعد بشوفه بعيني قبل ما ادخله على جسم الانسان واضح؟ genetically altered cells are selected and expanded يعني بقدر اشوف الخلايا اللي فعلا اخذت الجين وبقدر اشوف الخلايا اللي اخذت الجين هيها قاعده بتتكاثر وهيك صح؟ سيل are then returned back to the patient الان بس اتاكد انه فعلا الخلايا اشتغلت وهاي برجع ادخلها على البيشنت هذا اسمه ex vivo يعني برا الجسم او بسموه ان vitro يعني بالمختبر طيب الآن نيجي لمين؟ للـ لا الفيكتورز، آه الآن الفيكتورز قلنا إما فيرال وإما نون فيرال. الآن بدنا نحكي عن النون فيرال أوبشن. النون فيرال أوبشن مين هم؟ في شيء اسمه دايركت دايركت إنترودكشن دايركت إنترودكشن يعني إني أنا أجيب الجين اللي بدي إياه ومباشرة أمسك الجين وأدخله بالخلية. وهذا الاشي ما مش صح ماشي لازم يكون في اشي يشيله ويدخله على الخلية واتأكد انه بربطهم بعض مظبوط ولا فهذا اسمه دايركت انتروداكشن انه ايش ان باخذ الدي ان اي للتارجت سيل كان بي يوزد اونلي وذ سيرتن تيشو اند ريكوير لارج اماونت اوف دي ان اي يعني هذا ما بقدر استخدم كل بكل الانسجة اللي بالجسم ما بزبط معي وبرضه لازم اخذ كمية كبيرة من الدي ان اي وادخلها على الجسم لانه انا لما اجي اخذ قطعه دي ان اي صغيره مباشره احطها بال بالخليه ممكن الخليه تحكي ما بدي هذا اشي بسيط يعني بينما احط كميات كبيره ممكن هالكميات الكبيره يدخل جزء منها على الدي ان اي تاع الخليه ويشبك معاه ويصير في جين ثيرابي، وضحت؟ هاي دايركت انتروداكشن بس هاي ايش فاشله طبعا. النوعيه الثانيه اللي هو ايش اسمه؟ لايبوسوم، لايبوسوم اسمه ليبيد يعني فهو artificial ليبيد سفير. كرة دهنية كيف بجيب الجين هذا وبحطه جوا كرة دهنية هاي الكرة بما انها لبت راح تدخل باي بايلير تاع الخلايا وراح تدخل لجوا الجسم وهناك بتفتح وبتطلع الجين تاعها فهو ايش كاري ان ثيرابيوتك دي ان اي بنحطه جوا هاي اه وبدخل طبعا عن طريق التارجت سيل بدخل عن طريق الممبرين ليش لانه ليبد اصلا والممبرين هو لبد فبدخل لجواها طيب دي ان اي ديليفري جين باي لايبوسوم الان بده يحكي لك اللايبوسوم شو بفرق عن الفيروس مش حكينا في فيروس الثلاث اخوان شو بفرق اللايبوسوم عنهم اللايبوسوم اول شيء ارخص تشيبر ذان فيروس الفيروس كثير غالي يعني انك تجيب انت فيروس هاي مش عارف قديش كيلته بس كثير غالي بس بينما هون اللايبوسوم ارخص يعني فتشيبر ذان فيروس الشغله الثانيه انت بتدخل فيروس الفيروس الجسم بشوفه بحكي ولك فيروس شو من جايبك هون بحكي والله ما في اه اسناني ثالوا لي اياهم كل اسناني فبطلت انا مؤذي لكن الجسم بتحسس منه فيروس بينما هون انت بتدخل لبد فاللبد ما بتحسس منه الجسم يعني فنو اميون ريسبونس حلو هاي الشغله الثانيه الشغلة الثالثة especially good in lung delivery آه عند مرضى السيستيك فايبروسز مرضى السيستيك آه فايبروسز كثير الرئة بتخرب عندهم مرضى السيستيك آه فايبروسز مشكلتهم انه بصير في عندهم Uh, السوائل اللي الجسم بيصنعها بتكون كثير ثك وقاسية السوائل فالرئة كثير بتطلع سوائل فهاي السوائل بتكون قاسية بتسكر الرئة وبصير في التهابات بالرئة وهيك uh, برضه هذول الناس يعني بيكون عندهم مشاكل كثير يعني بالجسم لو تبوس واحد منهم بيكون مالح uh, خصوصا يعني بتذكر الأطفال يعني بحكوا أطفال السيستيك فايبروسيس بس تبوسهم بيكونوا مالحين لأنه هو أصلا مشكلتهم بالصوديوم والبوتاسيوم وهيك طيب الان هاي سيستيك فايبروسيس بيقول لك اللايبوسوم بزبط لهم فاذا اجاك سؤال حكاك سيستك فايبروسيس شو افضل اشي له بتحكي له اللايبوسوم افضل اشي افضل من الفيروس بالسيستك فيبروس طيب less transfer efficacy than فيروس لكن ايش حكينا هاي الجملة قبل انه قلنا الفيروس اشطر من اللايبوسومز او النن فيروس عشان هيك احنا بنستخدم فيروس رغم انه الفيروس غالي ورغم انه الفيروس بيعمل اميون ريسبونس بس بنستخدمه ليش لانه كفاءته كويسه كفاءته كويسه شو انواع الفيروس الان الفيروس حكينا هم ثلاث اخوان ادينو فيروس عدن وريترو فيروس رامي وهيربس سيمبلكس فيروس هاي هبة اختهم هبة شو كانت بتشتغل على الاعصاب دائما فالهيربس سيمبلكس فيروس بس بيشتغل على الاعصاب الادينو فيروس هو دي ان اي فيروس آه والريتروفيروس هو ار ان اي فيروس وشو كمان حكينا هون عن الريتروفيروس معاه سلاحين معاه سلاحين طيب قبل ما نحكي عن الريتروفيروس بنحكي شوي عن الادينوفيروس الان احنا حكينا بناخذ الجين هذا وبندخله جوا خليه اللي هي ما فيها الجين هذا الان الادينوفيروس عدن بحكي بالله يا اخوان اسمعوا انا راح جو ادخل جوا الخليه وراح ادخل على النيوكلياس تاعتها بس والله اني اشبك الدي ان ايات مع بعض والله سامحوني فيها انا بحط لكم الدي ان اي جنب الدي ان اي ماشي لكن ما بشبكهم بعض بخاف اذا شبكتهم بعض يصير عندي تيومر لا سمح الله او سرطان ماشي من ايش بخاف بخاف اذا شبكهم شو يصير يصير تيومر لانه انت قاعد تشبك جينات ببعض ممكن تسوي لي طفرات فهذا ادينو فيروس بحكي بحط لكم اياه هناك بس بدون ما اشبكهم بعض فيركزوا عليها ماشي فبحكوا له طيب يا زلمه يلا فوت بس فهذا الادينو هو دبل ستراند دي ان اي جينوم هو عنده دي ان اي والدي ان اي تاعه دبل ستراند دي هي ستراند وهي ستراند زيه زي وزي الدي ان اي تاعنا الان الانسيرت دي ان اي الدي ان اي اللي انا اعطيته اياه نوت انكوربوريت انتو جينوم يعني الجين اللي انا جبته هون ما راح يشبك بهذا لا راح يحطه جنبه بس رح يحطوا جنبه بس بدون ما يشبكه، ماشي؟ Not incorporate مع الجينوم، ماشي؟ فاذا ما حطوا معه ما راح يصير له ريبليكيشن، ما راح يصير له أي شيء ثاني واضح؟ فنو ريبليكيتد ما بيصير له ريبليكيشن، so has to be reinserted when more cell divide. فهذول الناس اللي أنا استخدمت عندهم الأدينو فيروس، آه هذول الناس بس أجي أحقنهم بالأدينو فيروس بتحسن المريض فترة وبعدين ايش؟ بيرجع يرجع ينتكس لأنه يعني الخلايا بتنقسم وهذا الجين مش شابك بالدي ان الاصلي فراح يروح بعد ما تنقسم الخلايا فبيجي المريض مره ثانيه وهو تعبان بحكي لي يا زلمه شو مالك ما انت حطيت جواتي ادينو بتحكي له والله تعرف وين المشكله المشكله انه الادينو فيروس ما بحقن الدي ان اي تاعه جوا الجين تاعك فبالتالي بعد فترة لازم أظلني أعطيك جرعات أكثر مرة فلازم ري مرة ثانية ليش لأنه ما شبكوا مباشرة معاه بس حطوا جنبه وضحت القضية حلو صليتوا على النبي اللهم صل على سيدنا محمد الان هاو ادينو فيروس وورك الان ادينو فيروس فيكتور قلنا بايند بالتارجت سيل ممبرين وبدخل لجوا طبعا بدخل از ايش؟ فيزيكال لانه هي عند الخليه اي شيء بده يدخل عليها مش لبت سولبل وهيك لازم يدخل بفقاعه بحطوه بفقاعه والفقاعه هاي تدخل لجوا وهو جوا الفقاعه فهو بدخل از بجوا فيزيكال والفيزيكال هاي بتفتح فبطلع منها الفيكتور جوا الخليه وبروح على النيوكليس آه ومعاه نيو جين آه وهون ايش تارجت سيل فورم نورمال بروتين آه فور نيو جين بيجي انجكت النيوجين جين بالنيوكليس لكن ما بشبكه مع الجينوم الاصلي بحطه جنبه طيب هذا هو هون الادينو فيروس بس هون ايش مش مؤذي هذا ما راح يعمل لي امراض مو مؤذي لانه هيو زي ما شايفين هي نيو دي ان اي واجي دخلوا جوا لكن ما شبكوا فيه هون هاي الرسمه فيها غلط المفروض يكون جنبه لانه هسه رح نعرف نوع فيروس بشبك. طيب، النوع الفيروس الثاني هو ريتروفيروس، هذا أهم فيروس لازم تحفظه. ريتروفيروس أو رامي هذا هو عبارة عن أر إن إي ماشي وعنده سلاحين، شو السلاحين؟ السلاحين هما إنزيمين. إنزيم إسمه ريفيرس ترانسكريبتيز إنزيم وإنزيم ثاني إسمه إنتجريز. شو يعني؟ الآن صلي على النبي، اللهم صل على محمد. الوضع الطبيعي في عندي دي إن إي الدي إن إي هذا بتحول إلى ار ان اي والار ان اي هذا بتحول الى بروتين او امينو اسيد صح صح شو العمليه اللي اسمها من تحوي او العمليه اللي اسم اللي شو اسم العمليه اللي بتحول دي ان اي الى ار ان اي اسمها ترانسكريبشن شو اسمها ترانسكريبشن فالترانسكريبشن احول الدي ان اي الى ار ان اي اللي هي عمليه النسخ انسخ الدي ان اي الى ايش ار ان اي بعدين هون الار ان اي لما احوله الى امينو اسيد هاي اسمها ترجمه او ترانزليشن فاذا ترانسكريبشن ترانزليشن الان هذا الفيروس هو ار ان اي اصلا كيف بدي ارجع اخليه دي ان اي عنده انزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز بعمل ريفيرس للترانسكريبشن فبتحول برجع من ار ان اي الى دي ان اي وضحت هذا الانزيم الاول فاذا هو ار ان اي دبل ستراندد اه هو ار ان اي بس ايش عن طريق الانزيم اللي هو ريفيرس ترانسكريبتيز بيرجع يتحول الى دبل ستراند دي ان اي وهون بصير يقدر انه يشبك لانه بالوضع الطبيعي الدي ان اي او الار ان اي ما بيقدر يشبك مباشره بدي ان اي هذا اشي وهذا اشي حلو الان شغله ثانيه بيجي الريتروفيروس هو والادينو فيروس بيجي الادينو فيروس بحكي له انا والله دخلت على الخليه بس ما شبكتهم ببعض لاني انا زلمه ما بحب الشغلات هاي بلاش اعمل له سرطان بيجي ريتروفيروس بحكي شو حبيبي لا حبيبي انا بدي اوصلهم ببعض وحتى انا جبت معي شغله زرديه بتوصل هاي الزرادية اسمها إنتجريز بتعمل انتجريشن بتوصل مع بعض فهذا هو السلاح الثاني للريتروفيروس انه ايش بوصل الجينات ببعض بوصل الجين اللي انا بدي اياه مع الجينات الطبيعيه فبصير عندي جين كامل مضاف عليه جين جديد. هون القضية إذا أنت لعبت بالجينات ودخلت جينات ببعض ممكن يصير في سرطان. فالريتروفيروس ريسك إنه إيش يصير؟ ميوتو يعني إيش تكون طفرات ومنها راح يتكون لي إيش؟ سي إيه يعني كانسرز ممكن. بينما الأدينو فيروس لأ، ليش؟ لأن الأدينو فيروس ما شبكهم ببعض. طيب، الآن هون آه الفيكتور يوز درايفد فروم إيش؟ طبعا فيروس هو نوع من أنواع الفيروسات، مثال عليه الإتش آي في، الإيدز. الايدز از اريترو فيروس ماشي آه وغالبا اللي بيستخدموه هو الايدز اصلا بس ايه زي ما حكينا مشلعين اسنانه فما باذيك فهون زي ما انت شايف فيرال ار ان اي عن طريق الار ان اي ريفرس ترانسكريبتيز بتحول الى دي ان اي ومن الدي ان اي انتجريز بيشبكوا ببعض فهون مثال او هون بحكي لك شو الادفانتج والديس ادفانتج الادينو فيروس انفكت ماني سيل تايب وافشنت يعني هو كويس وبرضه بنفس الوقت يدخل الى خلايا كثير بس بنفس الوقت شو سيئته؟ انه دو نوت انتجريت يعني ما بشبك ببعض الجينات ببعض ما بشبكهم دو نوت انتجريت الهوست جينوم فهذا الاشي مع الانقسامات راح يختفي لوست عشان هيك لازم ترد كل فتره تحقنه مره ثانيه ري انجكشن وهاف اميونولوجيكال ريسبونس برضه زي اي فيروس يعني الريترو فيروس عنده انتجريز فبالتالي هذا اذا عنده بما انه عنده انتجريز بظلوا طول العمر شابك ما في داعي أرجع أحقن أكثر من مرة ماشي فهو كانت بيلوست ما بختفي هذا ليش لأنه صار التحم مع الجين الأصلي فهو بيرمننت اكسبريشن يعني بظلوا دائما 24 ساعة موجود بالجينوم لكن هذا الاشي حكينا بعمل لي كانسرز فالمين مسؤول عن الكانسرز كثير بهذول فيكتورز ريتروفايروس هو اللي ممكن يعمل لي كانسرز هبه الان بس بدنا نحكي عن هبة انه هي دي ان اي وبرضه أه without integrating يعني هبه وادينو فيروس يعني كثير محترمين فهبه كانت تحكي لا والله انا زي اخوي ما ما بعمل هيك هاي الاشياء ابصر ايش بس زي ما حكيت لكم انا ما بحب الا الخلايا العصبيه فاونلي انفكت النيرف سيستم ما بتحب الا الخلايا العصبيه صليت على النبي نعم صل على محمد الان خلاص على السريع خلصنا المحاضره بس انه بحكي لك الابلكيشن وين بستخدم انا الجين ثيرابي انه بحكي لك نوجي no gene therapies has been approved uh by FDA for sale يعني ما في شيء بنباع بيع يعني هاي كلها شغلات ابحاث يعني اكسبيرمنتلي uh, سكسسفل uh, يعني خلال الابحاث اكتشفوا انه صار كويس لبعض الامراض زي الميلانوما سرطان الجلد ومرض من امراض المناعه اسمه سيفير كومبايند اميونو هون بنولد الطفل ما عنده خلايا مناعه نهائيا uh, وهون سكل سيل انيميا خلايا السل المنجليه تكون خربانه uh, فهذول الجين ثرابي كويس له اول عمليه جين ثرابي بال 1900 مئة 1990. 1990 شو عملوا؟ آه كانت واحدة اسمها اشانتا دي اشانتي دي, دي سيلفا مش عارف اذا اخوها لاعب كرة قدم او لا وستريتد فور اسي آه سكيد سكيد اللي هو ها سيفير كومباين فاذا اول حالة كانت سكيد والسكيد اصلا المرض اللي عندهم بيكون في عندهم طفرة بانزيم اسمه ادينوسين دي امينيز فهي الطفرة بالانزيم ما راح ما بتعمل لتكوين دبليو بي سيز فهذا الزلم مناعته بتكون كثير سيئة او الانسان يعني فهو ايش الجين ثيرابي عملوا لها زبطوا الجين الجين اللي كان مفقود اللي هو اللي بعمل لي الانزيم هذا وبس زبط الجين هذا اشتغل عندها وقوي جهاز المناعة عندها واشتغل بس مشكلته انه اشتغل فور ايش فيو months لان هل العملية هاي كانت فيفو ان فيفو ولا ان فيترو؟ اكيد ان فيترو لانه حكينا اخذنا خلايا منها ورجعناهم مرة ثانية طيب الان الجين ترى بشو مساوئه هاي اه بروبلمز Restenosis اوف كوروني ارتريز ابصر ايش اه انا بحكي لك يعني جربوه على ناس بحكي لك جربوه على بعض الناس اللي عندهم مشاكل بالشرايين التاجيه وبصير عندهم جلطات 13 بيشنت آه. زبطوا لهم الجين آه. الجين المسؤول عن ايش الفاسكولار Endothelial جروث فاكتور فاسكولار Endothelial جروث فاكتور من اسمه فهو جروث فاكتور ستيموليت انجوجينيسيس تكوين ايش الاوعيه الدمويه يعني انا في عندي شريان هون وهذا الشريان متضيق وبيغذي هذا الجزء من النسيج الان هم ايش اعطوا جينات معينه تحفز نشاط هذا الفاكتور فبصير في عندي ايش تكون لاوعيه دمويه حوالين هذا الاشي المسكر فالمنطقه بتتغذى وبتصير كويسه ماشي فريزولت انه هذول الناس تحسن عندهم القلب كويس صار. لكن الان في كان في فشل كمان بالجين ثيرابي صار في واحد كان عنده مشكلة بإنزيم اسمه أو تي إنزيم كان عنده مشكلة وهذا الإنزيم يعني إذا كان مفقود بموت الإنسان فهم إجوا إيش أعطوا الليفر لأنه هذا الإنزيم بيكون بالليفر أعطوا الليفر بفيكتور اللي هو أدينو فيروس فيكتور عام 1999 بالجين الكويس لهذا الإنزيم لكن مات المريض مات شكله من الفيروس يعني أليرجي مات نتيجة اميول ريسبونس لهذا الفيروس برضو فشلت في كان عندنا أربع أطفال كان عندهم cancer آه أربع أطفال أعطوهم جين ثيرابي صار عندهم كانسر مين تتوقع بيكون الفيروس ريترو فيروس, ريترو فيروس. يعني لو إنهم أعطوا أدينو فيروس كان ممكن ما صار طيب لا شو مشاكل الجين عفوا <applause> مشاكل الجين ثيرابي مشاكله أول شيء شورت لايف يعني حكينا ما بيطول كثير إلا إذا بدك تستخدم ريترو فيروس وريترو فيروس بعمل لي سرطانات يعني هاي عيني وهاي عيني ماشي فهو شورت لايف انه ايش هارد تو رابدلي انتجريت يعني ما بيطول كثير أه وبحتاج انه مره ثانيه ترجع تعطيه مره ثانيه would هاف هاف مالتيبل راوند اوف بدك اكثر مره ضلك تعطيه تحقنه مره ثانيه الشغله الثانيه انه اميور ريسبونس حكينا والشغله الثالث انه الفيرال توكسيك ممكن يعمل لي الفيروس ممكن يعمل لي مرض ممكن انا شلعت اسنانه ونسيت طاحونه مثلا فهاي الطاحونه بتعمل لي مشاكل فممكن الفيروس يعمل لي توكسيك او اميون او انفلاماتوري ريسبونس زي هذا المريض اللي مات بال1999 مالتي جين ديس اوردرز يعني بعض المرضى بيكون عنده كثير في شغلات خربانه فشو بدك تصلح حتى تصلح ما بتقدر تعطي كل شيء شيء انا احنا بنشتغل على شيء واحد معين فقط مش لكل شيء فعند الناس عندهم مالتي جين ديس اوردرز ما بقدر استخدم الجين ثيرابي لانه بيكون عنده مشاكل بالقلب ومشاكل بالضغط وديابيتس وهي ما بقدر اشتغل ما اندوس تيومر حكينا خصوصا اذا كان ريترو آه برضو الان بحكي لك هل هو إشي ايثيكال يعني هل هو اخلاقي وقانوني وهيك بحكي لك اول شيء يعني واتس نورمال واتس نورمال اند واتس ديس اوردر يعني صعب انك تحدد وين الجين الخربان وين الجين مش خربان هاي اول قضيه الشغله الثانيه مين آه اللي ممكن انت تقدر تطلعه على جيناتك يعني مين ممكن تسمح له يدخل ويتفرج على جيناتك ويلعب فيها ماشي مش عارف يعني طيب ان سوماتيك جنسي ثيرابي مور اور ليس ايثيكال جيرم لاين يعني بحكي لك سوماتيك سيل ثيرابي اشوى اشوى يعني ليس ايثيكال او مور ايثيكال ذان الجيرم سيل ثيرابي لكن بنفس الوقت بحكي لك هل مور ايثيكال ولا كمان الجيرم لاين ثيرابي افضل ولا مش افضل يعني هاي التساؤلات كلها وبالاخير بحكي برايمر اللي تو جين ثيرابي ار اكسبنسيف يعني كثير غالي فمين بده يدفع لهي الاشياء حتى يصير ومين هو اللي راح يطالب بهاي الشغلات وبالاخير كلها يعني شغلات مش مش دقيقة مية بالمية يعني انت كل هذا الجين ثيرابي لو انه فعلا شغال مية بالمية كان بطل في عندنا مرضى سكري ولا اشي لكن هاي ابحاث ودراسات الى الان تجرى وان شاء الله الله يسر اموركم جميعا ويعلمنا يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق والهداية وتيسير الأمور والله يشافي المرضى جميعا ويشافيكم ويوفقكم جميعا وراكم بأعلى المراتب إن شاء الله في الدنيا والآخرة لا تنسونا من صالح دعائكم وتوكلوا على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي القيوم الذي يراك الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين اطلب من الله سبحانه وتعالى وانت ساجد انه يوفقك ويسر امورك وتذكر دائما انه هاي الدنيا كلها رايحة فيعني برضو انت كمان لا تضيع اخرتك بدنياك اشتري اشتري اخرتك بدنياك تربحهما جميعا فتوكل على الله واكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن لزم الاستغفار كان له من كل هم من فرجة ومن كل ضيق مخرجة ورزق الله من حيث لا يحتسب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته